السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير وتكون أموركم كلها متيسرة، ونكون سخنا مع بعض كده تسخينة مبدئية في الريفيو بتاع شابتر 1. تعالوا نبتدي بقى نحل شوية مسائل عليه أو نطبق عليه ونشوف هنطبق عليه إزاي، وإيه الخبرة اللي إحنا ناخدها من حل المسائل على شيت 1 أو على شابتر 1 بمعنى أصح. فإحنا هنستعمل شيت 1، هنحل مسائل من شيت 1. في مسائل بتمثل أفكار معينة، وفي مسائل تانية بتعتبر متكررة من نفس الأفكار. فإحنا هنحل المسائل اللي بتمثل الأفكار دي، وأي حاجة متكررة هقول لكم هي دي صورة من مسألة كذا، أو دي هي مسألة كذا اللي إحنا حليناها، بحيث إنك إنت لو فهمت تقدر إنك إنت تطبق عليها نفس اللي طبقناه على المسألة اللي قبلها اللي شبهها. تمام. طيب إحنا السيستم بتاعنا في السولوشن هيبقى بسيط جدا وسيستماتيك. بتقرأ المسألة، تاخد منها الجيفنز، وتاخد منها الريكويرمنتس، تكتب الجيفنز، تكتب الريكويرمنتس بشكل كده محترم وواضح يساعدك في حل المسألة، وبعد كده تكتب السوليوشن. وأول حاجة تعملها في السوليوشن بتاعك تشوف أول ريكويرمنت، وتشوف إيه الإيكويشن أو الريليشن أو القانون اللي ممكن يعبر عنها وتكتبه. تبتدي تشوف إيه اللي معاك، يعني القانون اللي بيحسب الحاجة اللي أنت عايز تحسبها دي، وتشوف إيه اللي معاك وإيه اللي أنت محتاج تحسبه. محتاج قانون تاني حطه، هتعوض فيه هو على طول، على طول خلص نفسك. يمكن ده هيوفر لك وقت إنك أنت تقعد بقى تحط لك قوانين ملهاش علاقة ببعض، أو تقعد ترص في قوانين يا ترى مين فيهم اللي هستعمله كده، أهو ملوش لازمة. تمام. الطريقة دي هتوفر لك وقت، وهتبقى يعني إيه شكلها كده محترم ونضيف. طيب تعالى نبتدي بـ problem number one. أول أحب أشكر باشمهندس خالد درويش عشان هو اللي بعت لي الشيت لما طلبته منه، ربنا يبارك له. طيب أنا عشان الشيت مش قدامي دلوقتي، أنا لسه حل المسائل من شوية، فإيه فهكتب الـ Givens والـ Requirements على طول والـ Solution. فأنتوا إيه هتبصوا على المسائل. للأسف أنا كنت بحب إن أنا أقرأ المسألة وبعدين أطلع منها الـ Givens، بس العملية دي هتبقى صعبة وهتاخد مننا شوية وقت. فهنحاول إن إحنا نستثمر الوقت اللي إحنا حاطينه بحيث إن إحنا نطلع في وقت قليل بأكبر فايدة ممكنة، وفي أقل وقت بأكبر فايدة ممكنة. Problem number one، المسائل اللي في الأول دي يعني مسائل صغيرة جدا، تطبيقات سريعة بتسخن يعني، لسه بتورم. طيب أول مسألة دي مديني فيها إيه؟ بيقول لك كونتينر بتاع مية الفوليوم بتاعه 1 متر كيوب. يبقى أول حاجة بكتبها هنا في الجيفنز إن الفوليوم بيساوي 1 كيوبيك متر زي الفل. إيه كمان؟ وقال لي إن البريشر سواء بي بقى أو دلتا بي، هتشوف إن هو يقصد بيها دلتا بي، إن الدلتا بي في الكيس دي بتساوي 35 ميجا باسكال، وراح مديني قيمة سماها كي، تفتكرها من امبارح كده 2.2 × 10^9 باسكال، 10^9 يعني جيجا. تمام. عايز فرق الفوليوم نتيجة الـ applied pressure ده، واضح إن هو رفع الـ pressure الأصلي للقيمة دي أو بالقيمة دي على الـ pressure اللي كان هو عليه، يعني زود الـ pressure بالمقدار ده، عشان كده هي تعتبر إيه دلتا P. ما دام عايز يشوف الـ delta P المقابل ليه. كويس أوي. إيه الـ KD يا جماعة؟ الـ compressibility factor أو Young's modulus أو modulus of elasticity. however طيب كويس أوي. إيه requirement؟ requirement يعني عايز الدلتا في، ماشي زي الفل. نبتدي نحل solution. إيه solution بقى شباب؟ قانون اللي أقدر أحسب بيه. إيه القانون اللي بيجمع الحاجات دي كلها ببعضها؟ القانون بتاع modulus of elasticity أو compressibility factor K ده هيساوي، بعض الأحيان بيسموه بيتا. however بقى شوف انت الدكتور بيسميه ايه وحطه، احنا هنحطه كده زي ما هو مكتوب في الشيت. الكده بيساوي ايه؟ ماينس دلتا بي، وقلنا الماينس دي ليه؟ دلتا في اوفر بي. ليه بقى؟ علشان لو الدلتا بي دي بوزيتيف بتعمل لك دلتا في بالنيجاتيف، يعني الفوليوم بيقل وبالتالي النيجاتيف هيتغير النيجاتيف، ودايما هتبقى القيمه بتاعت الكي بوزيتيف على طول. تمام؟ حلو. طب لما نيجي نعوض هنا، حضرتك هتعوض هنا الدلتا بي على في
ده ترم فوليوم على فوليوم، وبالتالي ملوش يونتس او ديمنشنز، فهيتبقى عندك الكي والدلتا بي هما اللي بيحددوا الديمنشنز بتاعت اليمين والشمال. فلو انت اليونتس بتاعت ده هتحطها باسكال يبقى ده لازم يبقى باسكال، هتحط ده ميجا باسكال يبقى ده لازم يبقى ميجا باسكال. طالما اليونتس بتاعتهم مختلفة يبقى خلي كله باسكال. تمام، حلو قوي. الكي قال لك ايه؟ هي عبارة عن 2.2 times 10 power 9 equal، شيل الماينس دي بقى خلاص مش محتاجينها، يعني دي حاجة اعتبارية كده عشان تبقى فاهم. الدلتا بي 35 بي ميجا يعني times 10 power 6 باسكال. تمام، على دلتا في اللي انت عايز تجيبها على الفي اللي هي بواحد زي الفل. تقدر تحسبها بمنتهى البساطة، تطلع الدلتا في هتساوي، لأن هي الحاجة الوحيدة اللي مش معروفة، الدلتا في هتطلع معاك 0.0159 كيوبيك متر، متنساش اليونتس بتاعتك. تمام، أدي تطبيق سريع أهو، compressibility factor low زي الفل. تمام، طيب بالنسبة للمسألة التانية نبص عليها كده سريعا، نفس الكلام على فكرة، تطبيق على نفس القانون، بس هو في المسألة مديك الدلتا في على في، مديك الدلتا في على في في المسألة التانية. أنا هقول بس الفكرة الزيادة، دلتا في على في طبعا هي بتقل 0.035%، لما حضرتك تعوض بيها في القانون تساوي 0.035 over 100. هذه النقطة بس الاختلاف الوحيد. تمام، وتقدر انك انت تقوم حاسب ايه الكي ساعتها، لان الكي هي المطلوبة. الكي في المسألة التانية هتطلع معاك لما تحسبها، اجرب كده شوف، 1.97 جيجا باسكال، يعني 1.97 times 10 power 9 باسكال. تمام، يعني تشيك كده وقول لي ان انا طلعت الرقم صح، ولا كنت مرهق بقى وما عرفتش ان انا اطلع الرقم صح. تمام، طيب البروبلم الثالثه نفس الكلام يا شباب، هو هو مفهوش اي حاجه مختلفه، بتطبق على القانون برضه. المفروض ساعتها هتطلع الدلتا بي، او طلعت معايا الدلتا بي في البروبلم الثالثه. انا ما يعني ايه هديك الجواب النهائي بتاع الثالثه والثانيه عشان الاثنين دول زي رقم واحد، محتاجين ان احنا نعمل الخطوات بتاعتنا. الدلتا بي طلعت معايا بالتعويض المباشر طبعا 2.2 times 10 power 7 باسكال. تمام، حلوة، كويس. problem number 4 صغيرة بس مختلفة. problem number 4 بتتكلم عن ايه بقى؟ مديني فيها ايه وعايز ايه؟ بالنسبة للجيفنز قال لك الفلويد اللي انا بتعامل معاه هو الاير، فجيفن ينفعك. البريشر 101.3 كيلو باسكال، التمبتشر 0 سلسيوس. تمام، زي الفل. طب ايه المطلوب؟ قال لك عايزك تحسب سرعة الصوت في الهواء عند التمبتشر دي. ايه ده، هو بيتأثر بالتمبتشر؟ اه طبعا بيتأثر بالتمبتشر، بس انا حضرتك شايف كده. طب السوليوشن ايه؟ القانون اللي انا اقدر احسب بيه سرعة الصوت في الهواء الـ A بتساوي سكوير روت بتاع الـ K او الجاما زي ما تحب تسميها، تسميها الـ R في الـ T. ايه هي K دي؟ specific heat ratio، اللي هي بالنسبة للاير 1.4 معروف. طب الار بالنسبة للاير 287 جول بالكيلو جرام كلفن. طب التمبراتشر قلنا بنعوض بيها بالكلفن، اللي هي هتبقى 0 زائد 273. تمام، ساعتها بالتعويض المباشر هيطلع معاك كام؟ 331.2 متر بير سكند. التعويضة دي تطلع لك بالمتر بير سكند. طيب في بوينت هنا، ايه هي؟ مش احنا دايما عارفين ان سرعة الصوت 343 متر بير سكند،
أيوة ده عند درجة الحرارة العادية اللي هي 25 سلسياس حاجة زي كده. عوض بدل الـ temperature 273 قول 273 زائد 25 وشوف هتطلع معاك بكام. تمام؟ كويس أوي. تعالوا نروح لـ problem number 5. دلوقتي إيه problems صغنونة كده في اللذيذ مفيهاش أي مشاكل. problem number 5. أهلا وسهلا. إيه problem number 5 دي؟ بص يا سيدي، تقريبا دي بتاعة الطاير. بيقول لك عجلة أو طاير الجيج بريشر فيها، جيج بريشر بقى، والحركة دي أنا ما بحبهاش. ليه؟ جيج بريشر وأبسولوت بريشر بينتمي لشابتر 2. حضرتك ما تعرفش أو يمكن دلوقتي مش في دماغك إنك أنت تعرف إيه الجيج بريشر والأبسولوت بريشر، فأنا كنت شايلها لشابتر 2 لما نيجي نعمل عليه ريفيو، بس المسألة دي هتجبرنا إن إحنا ندي عنه نبذة سريعة كده ونفهم إيه الفرق ما بين الجيج بريشر والأبسولوت بريشر، ومش هنضطر نتكلم عليه بقى في ريفيو بتاع شابتر 2 تاني. طيب إيه الجيج بريشر وإيه الأبسولوت بريشر؟ إيه الفرق ما بينهم؟ عشان في ناس بتتلخبط في الموضوع ده، في ناس الحمد لله دماغها متسنطرة فيها، الحمد لله ربنا يديم عليهم النعمة، في ناس لسه بتفهمها لأول مرة أو عايزة تظبطها في دماغها لأول مرة. دلوقتي بالنسبة لحسابات البريشر أو بالنسبة لقيم البريشر في قيمتين مهمين جدا بالنسبة لنا، إيه هما؟ قيمة الزيرو بريشر إن مفيش بريشر على الإطلاق. دي بتحصل إمتى دي؟ لما ما بيبقاش فيه ماتر خالص. ليه؟ البريشر أصلا نتيجة التصادمات بتاعة المولكيولز بالجدران بتاعة الكونتينر أو جدران المكان اللي بيحتوي الماتر دي. يعني البريشر في الأوضة دي نتيجة التصادمات بتاعة وزيئات الهواء ما بينها وما بين بعضها وما بينها وما بين الحيطان وما بينها وما بيننا شخصيا. تمام؟ فلما ما فيش ماتر خالص، ما فيش ولا موليكيول واحد، ده زيرو ابسولوت، ما فيش بريشر. في اقل من كده؟ ما فيش اقل من كده. نجيب لك منين؟ احنا يعني هنحاول. فانت عندك القيمه الاولانيه اللي بتهتم او تعتبر يعني قيمه معروفه هو الزيرو ابسولوت او الابسولوت زيرو. ده أقل ليفل خالص، مفيش بعد منه. القيمة التانية اللي احنا بنهتم بيها برضو هي الأتموسفيريك بريشر، البريشر بتاع الأتموسفيريك بتاع الأتموسفير اللي احنا يعني بنحس بيه واحنا ماشيين، اللي هو من غير ما تعمل بريشرايزنج لحاجة، الضغط عند سطح الأرض بمعنى أصح. طيب في أتموسفيريك أهو، القيمة بتاعته طبعا بتتغير من مكان للتاني، عشان كده ما حطيناش قيمة، ما قلناش 100 كيلو باسكال، 101 كيلو باسكال، 101 325 باسكال كده، يعني ما حطيناش قيمة ثابتة، قلنا في اتموسفيرك بقى سواء هنا سواء هناك اتغيرت بنسب معينة، مش قصة. طيب ايه قصة بقى الجيج والابسولوت؟ قالك بسيطة جدا. دلوقتي البريشر اللي انا بقيسه، لو انا الريفرنس بتاعي يعني انا بقيس البريشر بتاع التانك ده مثلا، ادي تانك اهو، حلو، تانك ايه، وقست البريشر فيه، تمام. البريشر اللي انا قيسته في التانك ده، قست البريشر ده اعلى من الزيرو ابسولوت بقد ايه؟ يعني لو انا قلت ادي البريشر بتاع تانك ايه في ايه، القيمة دي بسميها PA absolute، يعني هو أعلى من الزيرو absolute بقد إيه؟ تمام؟ تمام. طيب لو أنا قسته هو أعلى من الأتموسفيريك بريشر بقد إيه؟ القيمة دي PA بسميها جيج بريشر. يعني الريفرنس بتاعي في الحالة الأولانية هو زيرو ابسولوت، الريفرنس بتاعي في الحالة التانية هو جيج بريشر. طب هل أنت شفت بريشر جيجز بتقيس ابسولوت بريشر؟ بصراحة أنا مش فاكر إن أنا شفت يعني أجهزة قياس تقيس لي ابسولوت بريشر مباشرة، ولكن أغلبية أجهزة القياس اللي أنا شفتها بتقيس جيج بريشر. ليه؟ لأن العداد بتاعها بيبقى عند الزيرو وهي في الاتموسفير بريشر،
وبالتالي اي زياده بتقراها بتقرا اعلى من الاتموسفيرك بقد ايه. طب لو انت عايز تجيب ابسولوت بريشر بسيطه، ايه العلاقه ما بين الجيج بريشر والابسولوت بريشر؟ الاتموسفيرك. وبالتالي البي ابسولوت لو انا عايز اجيبها من القرايه اللي انا قريتها، سوري، اللي انا جبتها بالجهاز علشان اعوض بيها في ايكويشن مبنيه على الابسولوت بريشر، هي عباره عن البي اتموسفيرك زائد البي جيج اللي انت قسته، تمام؟ يعني مثلا ايكويشن زي الايكويشن اوف ستيت او الايديال جاز ريليشن، التعويض فيها عن طريق الابسولوت بريشر. انت قست بايه؟ قست بجيج بريشر، جيج يعني بيديني جيج بريشر. طب عايز اعوض، اجمع عليه الاتموسفيريك بريشر وعوض بيه. ما ينفعش تحط جيج بريشر بس. طيب هل ممكن يبقى الابسولوت بريشر يبقى بالنيجاتيف؟ لا حضرتك، لان مفيش تحت اي حاجه، مفيش تحت الزيرو ابسولوت اي حاجه. هل ممكن الجيج بريشر يبقى بالنيجاتيف؟ اه ممكن تبقى قيمه اقل من الاتموسفيريك بريشر بقيمه كذا. يعني ساعتها لو انا عندي تانك، انا سحبت منه، عملت منه امتصاص بمعنى اصح، وسط التانك ده تانك بي مثلا، تمام، تانك بي ده كان هنا مثلا، ولا بالاسود بقى ده تانك بي، الكمية دي يعني انا قست مثلا ان هو أقل من الأتموسفيريك بريشر مثلا بماينس 40 كيلو باسكال، وأنا عارف إن الأتموسفيريك بريشر اللي هو يعتبر وزن عمود الهواء من عند النقطة اللي أنت بتقيس عندها الأتموسفيريك بريشر لحد، وأنتوا عارفين إن إحنا بنقيسه بالبارومتر، يعني عندنا جهاز بيقيس لك الأتموسفيريك بريشر في أي مكان. So بيمثل وزن عمود الهواء من النقطة اللي أنت بتقيس فيها لحد آخر الأتموسفير، تمام؟ ده هو الكيلومترات بقى، صحيح الرو بتاعت الهواء صغيرة بس الكيلومترات دي كلها توزن في الآخر، اتش بتاعتك دي. طيب فلو كان ده يبقى الـ P B جيج تساوي ماينس 40 كيلو باسكال جيج، يبقى الأبسولوت بتاعه أو الأبسولوت القراية الأبسولوت أو القيمة الأبسولوت بتاع تانك بي أو البريشر في تانك بي، يبقى بي بي أبسولوت تساوي بي أتموسفيريك زائد البي جيج اللي هي بالماينس، يعني لو قلنا إن دي 101 ماينس 40 يبقى تساوي 61 كيلو باسكال أبسولوت. هي دي حكاية أبسولوت وجيج يا شباب. تمام تمام قوي، كويس جدا. تعالوا بقى نشوف ايه الجبن في المسألة دي. يا ريت لو في اي اسئلة سواء في المسائل سواء في الشرح ممكن تكتب في الكومنتس بتاعت الفيديو ده، تمام، وانا ان شاء الله هرد عليه. يعني كنوع من التواصل. طب يقول لك الجيج بريشر بتاع اللي اتقاس للتاير ده، لأنه طبيعي هو مش هيقيس absolute pressure، قال لك الـ P بتاعت الـ tire Gibbons P equals 150 كيلو نيوتن بير متر سكوير. هيسيع علينا، ما احنا عارفين ان نيوتن بير متر سكوير باسكال يعني 150 كيلو باسكال، زي الفل. الـ temperature بتساوي 20 سلسيوس. Yeah. Okay. فول. قال لك إن الفوليوم is kept constant في التاير. ماشي. الفوليوم في كل الأحوال بيساوي constant في المسألة دي. وقال لك إن في أتموسفيرك، عشان عارف إنك أنت هتحتاج، بيساوي 101.3 كيلو باسكال. زي الفل. طيب ايه الريكويرمنتس؟ قال لك طيب انا عايزك بقى تحسب لي البريشر في التاير at لما temperature تضرب minus 20 سلسيوس
ولما التمبرتشر تعلى ل 40 سلسيوس. تمام. طيب تعال نحل الأول قبل أي حاجة، إيه القانون اللي بيحكم البريشر مع الفوليوم مع التمبرتشر؟ equation of state اكتبها PV equals MRT. تمام، ال P هو مديهاني بالنسبة للحالة الأولى وعايزها للحالات التانية والتالتة، ال V قال لي إنها ثابتة في الحالتين في كل الحالات، قالك ال V كونست، ال R بتاعت ال M مش هتتغير ثابتة، ال temperature هو مديهاني في الحالة الأولى والتانية والتالتة وعايز ال corresponding pressure ليها، ال M بقى موقفها إيه مني بالظبط؟ دلوقتي ده طاير عجلة، حلو؟ بالعقل كده، لو أنا رفعت درجة حرارتها وعجلة مقفولة حضرتك، الطبيعي إيه اللي يحصل؟ هل أنا دخلت لها ماس أو خرجت منها ماس؟ لأ، يبقى في الرياليتي في المسألة الماس ثابتة، ما دام الفوليوم اللي أنا بتعامل معاه أو الأوبجكت اللي أنا بتعامل معاه مقفول لا بيخرج ولا بيدخل يبقى الماس ثابتة. رفعت بريشر قللت بريشر، رفعت تمبرتشر قللت تمبرتشر، تبقى ثابته. ايه اللي في الرياليتي بيتغير؟ الفوليوم يتمدد، الرابر يتمدد، الرابر يكش وهكذا. هو قال لك بقى اسيوم ان الفوليوم مش بيتغير، يعني كان الرابر ناشف جدا مثلا، ماشي كويس، او التغير بسيط جدا، يبقى ايه التغير في التمبرتشر هينعكس بقى على التغير في الايه في البريشر. يبقى انا لو كتبت ايكويشن تانية بالنسبة لنفس العلاقة وقلت دي 1 ودي 1 ودي 1 ودي 1 عشان الـ R واحدة، سوري دي 2 بقى ودي 2 ودي 2، وقسمت الـ 2 ايكويشنز على بعض، الـ V هتطير لأنها كونستنت، الماس هتطير لأنها كونستنت، الـ R هتطير، هيبقى عندك علاقة واحدة P1 over P2 بتساوي T1 over T2. تمام كويس أوي، ال P1 وال T1 عندي التعويض فيهم إيه؟ يا ريت تعوض بالباسكال بالنسبة لل pressure وال temperature تعوض بالكلفن عشان ما تتلخبطش. تمام، فأنا دايما ال P1 هتبقى 150 في 10 باور 3 وال temperature هتبقى 20 زائد 273. طيب في الكيس ايه؟ انا عايز ال P هتوقعها بالباسكال بقى P2، يبقى انا هحط T2 بكام؟ ب minus 20 plus 273 واحسبها، تطلع معايا ال P2 بكام؟ P2 ساعتها هتطلع في الكيس ايه؟217 تقريبا عن 10 اور 3 باسكال. طيب بالنسبة للكيس بي هتشيل ماينس 20 دي وهتحط 40، يبقى الكيس بي ساعتها هتبقى، واحسبها هتطلع معاك بي 2 بكام؟ 268 تايمز 10 باور 3 بس كام؟ تمام كده؟ كويس أوي، مسألة بسيطة بس محتاجة إنك أنت تبقى فاهم إيه الفيزيكس اللي وراها عشان ما تعملش اي غلطات صغيره ملهاش اي لازمه، انت اولى بكل درجه وانت اولى بانك انت تبقى فاهم كويس. تمام تمام اوي. طيب ادينا طبقنا على الايديال جاز ريليشن، طبقنا على الكومبريسبيليتي فاكتور، تعال نبص على المساله اللي بعدها برضه تطبيق على الايديال جاز ريليشن، هنتكلم عنها بسرعه كده. problem 6 قالها مديني الماس 5 كيلو جرام، 5 كيلو جرام قايل لي ان ده اير اللي انا بكتبه دي جيفنز، تمبتشر 30 سلسيوس، والبريشر مديني جيج بريشر عشان كده كان مهم ان انا اشرح ايه الجيج بريشر ده، 300 كيلو باسكال. الطبيعي ان هو يديك الاتموسفيريك بريشر، غير كده انت يا اما بتحطه بقى 100 101 زي ما تحب، بس احنا هنعتبر فيه اتموسفيريك زي المسألة اللي قبلها 101.3 كيلو باسكال. طيب ايه المطلوب؟ requirement الفوليوم هي الحاجة الوحيدة اللي مفقودة هنا،
ايه الايكويشن اللي بتوصف السيستم ده؟ ايكويشن اوف ستيت، هي بي في ايكوالز ام ار تي. البي ابسولوت بريشر، يبقى انا هقول بالباسكال، يبقى انا هقول 101.3 زائد 300 تايمز 10 باور 3 الفوليوم انا عايزه. لما هعوض بالقيم اللي انا بحطها دي هيطلع لي بالكيوبيك متر. الماس 5 كيلو جرام زي الفل. الار عارفها بتاعت الهواء، جول بالكيلو جرام كلفن. التمبتشر عايزها بالكلفن، يبقى 80 زائد 273. لما تعوض المفروض الفي تطلع معاك، او زي ما طلعت معايا يعني 3.857 كيوبيك متر. وارد انها اغلط يا جماعه في الحسابات، بس المهم البروسيس او البروسيجر تكون انت فاهمها. تمام تمام طيب المساله اللي بعدها بقى. ايوه بقى، ندخل بقى شوية أفكار جديدة. مسألة رقم كام؟ مسألة رقم 7. مسألة رقم 7، إيه مسألة رقم 7 بتقول إيه؟ بتقول لك من الآخر إن عندك إكس سلندر بتلف جوه سلندر تانية، جلبة أو كرسي زي ما بنقول، زي الكراسي اللي بتلف فيها الأكسات كده في المكان. يعني هيبقى شكلها مثلا، بس أنا عامل كده عشان هو مش مديك رسمة، ممكن يبقى vertical او horizontal مش هتفرق معاك دلوقتي. اوكي، ادي الاكس وادي المفروض ايه الاوتر سلندر اللي هو بيلف فيها. انا قاطعها بس عشان انت ايه، ده المفروض مغطيها كله، ده ما يدور، انا قاطع فيها عشان انت تشوف شكلها عامل ازاي. تمام تمام ادي القطع، نسمي الديامتر بتاع السلندر اللي بتلف دي سمول دي، والديامتر الداخلي بتاع السلندر التانية كابيتال دي. تمام، وده الاكس بتاع الدوران بتلف بسرعة انجلر فيلوسيتي اوميجا. تمام زي الفل. اللينس اللي فيه كونتاكت ما بين اللي هي السلندر الكبيرة مغطية السلندر الصغيرة كابيتال ال اهو، وقال لك ان فيه لوبريكانت هنا، في اويل هنا شباب. الجيفنز اللي معانا ايه؟ ادانا شويه جيفنز بقى. قال لك الجيفنز كالاتي، انت بقى تشوف المساله دي تتخض ولا تتخض ولا حاجه، واحده واحده ونشوف هتتحل ازاي باذن الله. سمول دي 50 مليمتر، كابيتال دي 50.2، خلوص صغير اهو. تمام، الاوميجا ب30 radians per second. الزيت مديك الاويل ده السبيسيفيكيشنز بتاعته، هو اوريدي مديك النيو بتاعته ب4.5 × 10⁻⁴ متر سكوير بير سكند، دي كينيماتيك فيسكوسيتي. ومديك الدنسيتي كمان ب900 كيلو جرام بير كيوبيك متر. ايه كمان؟ واللينس ده 300 مليمتر. تمام، لا سوري 200 مليمتر، لا مؤاخذة. وقال لك حاجة مهمة أوي، قال لك لو سمحت تفترض إن الـ velocity distribution في الجاب linear، يعني linear. هنشوف يعني إيه velocity distribution. تمام أوي، إيه الـ requirement يا شباب؟ requirement دلوقتي ده مش اكس بيلف، بيلف بسرعه ثابته من دماغه. قال لك لا، قال لك احسب لي التورك اللي احنا بنقبلايه على الاكس ده علشان يلف بسرعه ثابته. في تورك احنا بنلف في الاكس ده بيه، مفيش حاجه بتتحرك من غير ما تبقى فيه فورس هي اللي بتتحرك. تمام تمام قوي، يبقى الريكويرمنت هي التورك عشان ده بيتحرك حركه دائريه. لحد كده تمام، حطيت كل حاجه، حطيت كل حاجه. طيب تعال بقى نفكر ازاي، هنفكر دلوقتي ازاي نتعامل مع مسألة زي دي. دلوقتي المسألة فيها تورك او فورس، ده سوليد بودي ولا مش سوليد بودي؟ سوليد بودي. ايه القوانين اللي في السوليد ميكانيكس اللي بتتعامل مع الفورسز والتورس؟ مع الفورسز الاول،
نيوتن سكند لو. طب بيقول ايه؟ بيقول لو الماس عندك مش بتتغير، لو الماس عندك مش بتتغير يعني ما بيحصلش تغير في الماس بتاع الاوبجكت بتاعك، ان سمشن الفورسز بيساوي الماس والاكسلريشن اللي هي دي في اوفر دي تي او دي يو اوفر دي تي. تمام. طب لو السيستم ده، لو السيستم بتاعك بيتحرك حركه خطيه، لو بيتحرك حركه دائريه يعني ضربت كل الحاجات دي في ارم، الفورس لما بيتضرب في ارم تديك تورك، الاكسلريشن لما تتضرب في ارم تديك انجلر اكسلريشن، الفيلوسيتي اللينير فيلوسيتي لما تتضرب في ارم بتديك انجلر فيلوسيتي، نفس الكلام بالنسبه للاكسلريشن، وبدل الماس هتبقى بتتعامل مع المومنت اوف انرشيا. تمام. يبقى ساعتها المناظر للقانون ده، الحركه الدائريه او الحركه الدورانيه سمشن التوركس هيساوي اي نود اللي هو المومنت اوف انرشيا حوالين الاكس اوف روتيشن مضروب في مين؟ في دي اوميجا اوفر دي تي، اللي هو تغير اللي هو الانجلر اكسلريشن. طب السيستم ده قال لك ايه؟ يبقى الايكويشن دي اللي انا محتاجها. تمام. ايه بتحلل واحده واحده اهو. السيستم ده بيقول لك ان هو بيلف بسرعه ثابته، هتلاقي في المطارات ان هو بيقول لك الاوميجا دي كونستانت انجلر فيلوسيتي، ده معناه ان دي اوميجا اوفر دي تي بتساوي زيرو، يعني الترم ده بزيرو. يبقى سمشن التوركس عندنا بيساوي زيرو. حلو قوي، سمشن التوركس بيساوي زيرو. طب ايه التوركس اللي عندنا؟ والله اللي احنا شايفينه دلوقتي ان في تورك انت بتابلايه، انت اللي بتحطها عشان تدور الشافت ده. طب هل مفيش حاجه تانية بتمنع الدوران؟ اه طبعا الشافت ده ان كنت مع ايه، مع فلود، ما تقوليش مع السلندر، في فلود هنا في النص، الفلود ده ما عندوش كرامه تدوره دو كده؟ لا طبعا، بيبقى فيه ممانعه. ما احنا كنا بنتكلم امبارح على ايه؟ بنتكلم عن الفيسكوزيتي، ممانعه للحركه، سواء اللايرز بتاعت الفلويد، سواء ان الفلويد حاجه تتحرك فيه. تمام. كل فلويد بيبقى ليه ممانعه معينه، فدي تولد لك ايه؟ تولد لك فريكشن فورس. فريكشن بيحصل ما بين الفلويد وما بين السلندر اللي بتلف او الاوبجكت اللي بيتحرك. تمام. يعني انا دلوقتي عايز الف يمين، الفلويد هيعكسني، يبقى هيعمل لي تورك في انهي اتجاه؟ لو انا بلف كلوك وايز يبقى هو هيعمل لي فريكشنال تورك كاونتر كلوك وايز. يبقى انا دلوقتي لو قلت ان الاتجاه ده هو البوزيتيف، يبقى انا متوقع ان انا يبقى عندي تورك في الاتجاه المعاكس نتيجه الشير فورسز على الكونتاكت، على الاريا اللي في كونتاكت مع الاويل عكس الاتجاه. يبقى انت هيبقى عندك تورك انت بتقبايه ناقص التورك بتاع الشير ده هيساوي زيرو. يبقى انا لو حسبت الشير تورك، ادي احنا ماشيين واحده واحده خالص، لو انا حسبت الشير تورك يبقى حسبت التورك اللي انا بعمله ابلكيشن ده. تمام. حلو قوي. احسب بقى الشير تورك بقى ازاي؟ هنشوف احسبه ازاي. معلش بقى الصبورة على قدنا، نضطر نمسح، بس هنسيب الايه، هنسيب الرسمه. دلوقتي انا عايز احسب الشير تورك. الشير تورك ده نتيجة ايه؟ نتيجة الفورسز الصغيرة، الفريكشن فورسز اللي هنا دي، كل الفريكشن فورسز الصغيرة هو بيلف كده، يبقى الفريكشن فورسز هتبقى في الاتجاه المعاكس كده اهو، كل الفريكشن فورسز الصغيرة اللي في الكونتاكت اريا ما بين السلندر وما بين الاويل. تمام. حلو اوي. تسأل نفسك سؤال اولاني، التورك بقى ده المفروض هيبقى تجميعة الفورسز دي او تجميعة التوركات الصغيرة دي، يبقى تجميعة الدي توركس دي. طيب العملية يبقى فيها دي تورك، دي تورك لو الارم ما بين كل فورس والسنتر متغير. هل الارم متغير؟ يعني انا دلوقتي لو بصيت عليه من فوق اهو، ادي السلندر من فوق، الفورسز اهي يا باشا،
السنتر اوف روتيشن اهو، تمام. ده الارم بتاع ده وده الارم بتاع ده وده الارم. واضح ان الارم في الكيس دي ايه؟ واحد. هو الار اوتر او الدي سمول اوفر 2، يبقى الارم هنا دي اوفر 2. الارم ثابت، يبقى انا مش محتاج اعمل انتجريشن، تمام. اقدر اقول ان الكلام ده هيساوي الريزلتنت فورس من الفورسز دي، تمام، مضروب في مين؟ في الدي اوفر 2، ده شير فورس، تمام. حلو قوي، كويس. انا عايز احسب الشير فورس. الشير فورس هتساوي ايه يا شباب؟ فورس. انا معايا قانون للفورس؟ لا، بس انا معايا قانون لمين؟ امبارح اتكلمت عليه بخصوص الفريكشن، معايا قانون للشير ستريس. ايه علاقة الفورس بالشير ستريس؟ ان الفورس بتساوي الشير ستريس multiplied by الشير اريا، تمام، كويس قوي، multiplied by دي اوفر 2 ما تنساهاش. طيب الشير ستريس القانون بتاعه اللي احنا اتكلمنا عليه امبارح ريليتد للفسكوزيتي اللي هو ميو دي يو اوفر دي ان، ان ده الاتجاه العمودي على تغير السرعه، او العمودي على السرعه ذات نفسها، سوري، العمودي على السرعه. multiplied by side area بتاعت السلندر، ايه side area بتاعت السلندر؟ by d في ال L، by small d في ال L، multiplied by d over 2 ما تنساهاش تاني. طيب تغير ال U مع الاتجاه العمودي، ده الاتجاه العمودي يا جماعه، ده العمودي على السلندر، لان السرعه، سوري، السرعه فين؟ اه السرعه بتتغير كده اهو. يعني انا دلوقتي لو بصيت من نفس الفيو اللي انا باصص عليه من فوق ده، بصوا كده، ادي السلندر اللي بتلف وادي السلندر الثابته، حلو. السرعه بتاعت ادي العمودي عليه، ادي الان، حلو. السرعه بتاعت النقطه دي يعني عباره عن ايه؟ هتبقى لو هو بيلف كده، يبقى السرعه بتاعت النقطه دي هي عباره عن اوميجا في دي اوفر 2، صح؟ صح. ده عن طريق المبدا بتاع النسلب، يعني الفلويد اللي لازق في السيرفس بياخد نفس سرعته، فده هياخد نفس سرعه السيرفس ده، والنقطة دي هتاخد نفس سرعة السيرفس الثابت ده. وعلشان هو قال لي إن التغير في السرعة هيبقى لينير، بالتالي أتوقع إن هو هيبقى لينير كده أهو، تمام؟ كويس أوي. وبالتالي أقدر أقول في الحالة دي إن الدي يو أوفر دي إن هتساوي تقريبا دلتا يو على دلتا إن، يعني فرق السرعة لو خدت أي نقطتين، فرق السرعة ما بينهم على فرق المسافة في اتجاه الـ N ما بينهم، هو ده الـ Velocity Gradient بتاعي. يبقى ساعتها أقدر أقول إن الكلام ده هيساوي ميو دلتا ديو، يعني السرعة دي ناقص السرعة دي، دي زيرو، دي أوميجا دي، يبقى أوميجا دي أوفر 2 ماينس زيرو على فرق المسافة دي اللي هي عبارة عن كابيتال دي ناقص سمول دي على 2، دي كابيتال ماينس سمول دي أوفر 2 multiplied by by dl divided by d over 2، تمام قوي. تعويض مباشر، تعويض مباشر، نقدر نكنسل الاثنين دي مع الاثنين دي ونعوض بقى. الميو معايا الميو ومعايا الرو، يعني انا عارف ان الميو هي عباره عن الميو اوفر رو، تمام. يبقى انا لو ضربت الرو في الميو تديني الابسولوت فيسكوستي اللي انا عايزها هنا، اللي هي يبقى 4.5 times 10 power minus 4 multiplied by 900، دي النيو كده خلاص، مضروبة في أوميجا اللي هي 30 radians per second، مضروبة في الدي ومديلك بالمليمتر، تحطها بالمتر، يعني تقسمها على 1000، يبقى 50 على 1000، معلش عشان إيه ما تغلطش في النص، و 50.2 minus 50 يبقى 0.2 على 1000. تمام، في القوس ده مضروبه فيه باي دي برضو اللي هي 50 على 1000 مضروبه في ال اللي هي 200 مللي، 200 على 1000 عشان بس ما تغلطش، مضروبه فيه 50 على 1000، 50 على 2 في 1000. اعمل الحسبه بتاعتك بالراحه. انا طلعتها او طلعت معايا 2.386
نيوتن متر علشان ده تورك شبه تمام. المرة التانية والألف ممكن أعمل ممكن أحسب حسبة غلط، أو يعني أهم حاجة بس إنك أنت تبقى متابع معايا السيستم بتاع الحل. أنا هدور على المسائل اللي أنا كنت حليتها وكنت بنزل الحلول بتاعتها لدفعة 2017 لما كنت في الجامعة، هشوف حد يكون رافعها ك سوفت كوبي وأبقى أرفعها لكم على الجروب إن شاء الله. طيب خلاص المسألة دي كويس أوي، تعالوا نشوف المسألة رقم 8. مسألة رقم 8، إيه الجيبنز؟ العملية مختلفة سيكا المرة دي، أدي الكرسي، أدي زي السلندر كده بتاعت المسألة اللي فاتت الخارجية، وفي شافت أهو، بس الشافت ده مش بيروتيت، الشافت ده بيتحرك حركة لينية في الاتجاه ده، في فورس بي. غريبة شوية إن فورس اسمها بي، معلش المسألة إحنا مسميها بي، هنعمل إيه؟ في فورس بي بتشد الشافت ده، فالفورس دي خلت الشافت يتحرك بسرعة ثابتة يو، السرعة دي جيفنز مديك اليو ب 3 مترز بير سكند تمام. في هنا طبعا زي ما خمنت في لوبريكنت، في زيت علشان خاطر ما يحصلش احتكاك ما بين المعدن وبعضه. قال لك الدايمتر الصغير ده سمول دي بكام؟ ب 30 ب 25 مليمتر. وقال لك الجاذب سمي دلتا ب 0.3 مليمتر، ده الدلتا تمام. واللوبريكان بروبرتيز بقى قال لك الميو بتاعت اللوبريكان تساوي 8 × 10^4، وان السبيسيفيك جرافيتي بتاعته بتساوي 0.91، يعني مش قصة يعني. وقال لك تقدر انك انت تفترض ان التغير في الفلوسي جريديان لينير برضه، يعني من الاخر تقدر انك انت تعتبر ان الدي يو اوفر دي ان بتساوي تقريبا دلتا يو وبدلتا ان ما بين اي نقطتين انت تعرف السرعه والمسافه ما بينهم تمام. كويس يعني. تاني ال ان دي اللي هي ايه؟ الاتجاه العمودي على اتجاه السرعه تمام. كويس قوي. ايه المطلوب؟ requirement يا سيد